السلام عليكم ومرحبا بكم في واحدة من سبع عجائب الدنيا. مرحبا بكم في الأهرامات. Right now we are in our apartment. It's a very fancy apartment and we are gonna discover this amazing place thanks to the agency who took care about everything since the first day in Egypt. This morning we woke up in our Ksuru Stay apartment in a fairy tale that lasted the 4,000 years. In front of our eyes, the magnificent pyramids of Giza, which in the splendor of the burning desert have always governed the history of humanity. And in that desert made of golden sand, we walked on the back of a camel, discovering places seen only in history books where we study worlds and realities that today we can see with our eyes. شركة نارمال هي اللي رايحة تأخذنا في رحلة إلى الأهرامات لكي نكتشف الأهرامات. كل واحد حاب يكتشف مصر أو الأهرامات وعنده مشكل فيزا ولا عنده مشكل طيران ولا عنده مشكل كيف يتنقل هنا وأسعار الفنادق ما عليه إلا يتصل بي. على سبيل المثال الناس اللي جاية من أوروبا هذه الأيام كاين عروض رهيبة الطيران من ميلان مارسيليا من باريس أو من بروكسل من كل دول الأوروبية فيها عروض رهيبة تبدأ من 40 يورو إلى حتى 100 يورو آلي روتور جي لمصر الدنيا هانية. وكذلك الفيزا عليهم راح يتهلاو فيك في الفيزا راح يجيبوا لك الفيزا في ظرف 3 أيام ما عليك إلا واش تتصل بهم راح يخليكم الأرقام تواصلوا معاهم رايحين يتهلاو فيكم ويقولوا لهم باللي احنا من كاسو اس فاميلي رايحين فريمون يديروا لكم دي زوفر شابين وتجوا تستمتعوا بنفس الاستمتاع اللي رانا فيه اليوم. الرحله تاعنا رايحه تكون هنا معنا الاخ الاسم احمد. احمد اللي وش حندير اليوم ان شاء الله؟ النهارده هنروح نزور اهرامات الجيزه. مصر مشهوره بالاهرامات، اي حد بيسمع مصر بيسمع عن الاهرامات. طبعا اهرامات الجيزه مشهوره عشان فيها الهرم بتاع الملك خوفو. ده اللي هو يعتبر من عجائب الدنيا السبعة سواء في العصر القديم أو في العصر الحديث. Are you ready for this adventure? I'm ready and I'm watching from the car window the pyramids. Shabiba, they are majestic, honest. I'm super excited to go there. So close to the pyramids. Shabiba, هذا ورانا وصلنا إلى الأهرامات. واو شوفوا ورايح. Woo! وصلنا الآن. حاجة الوحيدة اللي نطلبها منكم أي واحد جاي الأهرامات، النصيحة الأولى أنه عند الدخول ما تحبسوا حتى واحد يحبسكم لأنهم كلهم رايحين ياخذوا عليكم النقود ولا رايحين يدوكم إلى أماكن وين تخسروا بزاف دراهم. ما عليكم إلا تدخلوا وحدكم حتى للشباك هنا باش تخلصوا أنتوما. الآن رانا رايحين مع التور جايد تاعنا باش نخلصوا التيكت وندخلوا إن شاء الله. Do you understand that right now I'm in one of the best places in the world؟ الحمد لله أول مرة نحس أنه الباسبور الجزائري أحسن من الباسبور الإيطالي. It's better, no? I'm up and that is better as passport because basically if you are holding a European passport you have to pay more. إذا كان عندك باسبورت عربي أو جزائري أو أي تخلص 40، ولكن إذا كان عندك باسبور أوروبي تخلص واو تخلص 200. سبحان واو عبالكم هذه أول نظرتي للهرم تحس روحك صغير. الله 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 شوف شوف واو ما شاء الله. Look at this. They are so huge. Oh my god, it's so beautiful. Wow. I can't believe that finally I realized one of my dream. Being in front of one of these pyramids. Mashallah. So beautiful. Really so beautiful. Oh, هذا الشال جبناه من عند خونا نبيل من ستراسبورغ. انا خدمنا به نبيل خويا. Thank you so much for the scarf. وجمع وقته في المكان تاعه. ليه المصريين القدماء بنوا الاهرامات؟ بنوا الاهرامات عشان اعتقدوا في حاجه اسمها البعث بعد الموت. يعني ان انا هموت بس هيتم بعثي مره اخرى. طب الفكره دي جابوها منين؟ جابوها من الطبيعه. من الشمس ان هي بتشرق كل يوم وبتغرب، فلما بيلاقوها بتشرق تاني يوم اعتقدوا ان الشمس بتموت وبتتولد، ومن هنا جت الفكره بتاعت البعث بعد الموت. طيب يبقى كده احنا فهمنا هي الفكره جت منين. ده بنى اول هرم في التاريخ، هرم اسمه هرم المدرج في سقاره. ده اول هرم في تاريخ الكون كله، ده بيرجع لسنه 2700 قبل الميلاد. وبعد كده جيت بنى هرمين تاني في حته اسمها دهشور لغايه لما وصلنا للشكل الهرم ده. ده هرم الملك خوفو، يعتبر من عجائب الدنيا السبعه. هرم الملك خوفو طوله 146 متر، ده الارتفاع الاصلي. حاليا هو ارتفاعه 137 متر. استخدم حوالي 2,300,000 حجر كيري لبناء الهرم. عمليه البناء استغرقت حوالي 30 سنه عشان يكتمل بناء الهرم كله.
طبعا ده هنا بنشوف هنا ده اسمه هرم الملك خفة، ده كان ابن الملك خوفو. بنتكلم برضو ان الهرم بتاع الملك خوفو فيه ثلاث غرف للدفن، في واحدة غير مكتملة تحت الارض، وعملوا واحدة تانية في نص الهرم لم تكتشف، واخر واحدة دي المفروض اللي كان الملك اتدفن فيها. هنا في حوالي 9 اهرامات، في هرم الملك خفة ابنه، وهرم الملك منكرة، وفي 3 اهرامات صغيرة، اهرامات الملكات للملك خوفو واهرامات الملكات للملك منكرة. الكنائزي اللي كان بيتم الصلاة فيه على الموميا بتاع الملك بعد ما يتم عملية التحنيط بتاعتها. هنا في منطقة الاهرامات في معبد كنائزي زي ده كده، هو مفروض كان في معبد بس هو مهدم الان باستثناء القاعدة بتاعته مصنوعة من حجر البازلت، ومفروض ان في حاجة اسمها معبد الوادي دي اللي هنناقش يعني خلال الجولة النهاردة، هنشرح لكم عملية التحنيط كيف بتتم ازاي. بس يقولوا لنا على وشمة دخلوش الاهرامات، هم هنا الدخل تاعهم، الدخول للعرب ولا للمصري هو 100 باوند وللاجانب 400، وانا نشوف باللي تدخل صعيبة باش تدخل دخل على وش، لانه بلاصة صغيرة وتطلع الفوق وقع في لافان ما كان والو، معناها تحس انك دخلت للهرم. احنا رايحين ندخلوا الداخل لانه تعرفونا ما ناش سبورتيف، وكذلك ما نشوفوا فيها ماشي نشوفوا فيها نيسيسير الان باش ندخلوا الداخل. If you are brave enough to go inside you can do that, there is absolutely nothing to see at the top, there is just a small room is empty because the body of the king disappeared. اخر ما تنتظرش انه تلقى المومياء تاع الملك الداخل، ما كانش الداخل اكزاكتومون، ولكن هي غرفه برك ما فيها والو. من كبا ده كان ابن الملك خفة وحفيد الملك خوفو، ده اصغر هرم موجود في اهرامات الجيزه هنا، طوله 66 متر بس الهرم ده مميز ان الجزء السفلي من الهرم مغطى بحجر الجرانيت، حجر الجرانيت ده كانوا بيجيبوه من اسوان دي حوالي 900 كيلو من الجيزه، كانوا بيستخدموا مراكب بتنقل الحجر من اسوان للجيزه، طبعا بيستخدموا نهر النيل. انه كل ملك لما يجي البابا يحب يدير كيما باباه يبني هرم، معناه كل واحد فيهم بنى، بدات من الجد ومن بعد الابن ومن بعد ابن الابن هو اللي بنى الهرم تاعو الاخير، وكل واحد حط في الهرم تاعو ميزه اللي تميزه على باباه ولا على جده ولا على واو. الحضاره الفرعونيه حضاره عظيمه جدا. واو. How many camel there are here? There are even horses if you are brave and confident enough to ride one. But I think we are gonna choose camel because they look stronger than horses. Thank you so much. Arabic? No. No Arabic? No Arabic. Only English. Only English. Welcome to Cairo. The Giza Necropolis is located magnificently in the desert dunes of the Giza Plateau, with its perfect pyramids that almost look like a Pierre Auguste Renoir painting. Among the caravans of camels waiting to tame the golden and burning dunes of the desert and the bright colors of the saddles finally engraved as tradition dictates, we venture fearlessly into the valley of the dead pharaohs accompanied by our faithful guardian. Inshallah I don't fall down. Your name? Atala. Atala, nice to meet you. Michael Jackson, Charlie Brown. Okay, Michael Jackson and Charlie Brown. On the back of our camels, we feel the master of an ancient and an immortal land where kings and queens have ruled, loved, and where were buried. قل لها عبد الله don't worry, be happy. يا عبد الله قل لها don't worry. كيف الأحوال يا عمي عبد الله؟ الحمد لله. الله الله الله. يا رب تكونوا أنتوا بخير. الحمد لله يا عم. أهم حاجة أنتوا تبسطوا هنا. والله عليك. واو جايز. سخانة ولكن هذا أفضل بليس، قول لهم يدوك تشوف التسع بيراميد، لازم لك تشوف التسعة كاملين. هذه المنطقة البانوراما تجيها جست بالكامل ولا بالجمال، تجي تشوف كل تسعة، ثلاثة تاع الأب والابن والجد وكذلك تاع النساء تاعهم، حاجة روعة تدير فيها صور رائعين. مازال نهار متواصل، مازالت رحلتنا متواصلة، والله أجواء رائعة هنا على بالك. I can't believe حاجة فريمو روعة، إحساس رائع، تحس روحك تتمشى في عبق التاريخ الفرعوني العظيم، حاجة رائعة جدا. Even if it's too hot I really like this place. Look at that beauty behind me. On the way back to the camp, we were left free to ride our might camel. It was a unique experience that for a few minutes made us feel connected to the desert and its slopes. Basically, now I'm riding the camel alone. It's nice. It's the very first time and I really like it. Alhamdulillah, تمت المغامرة. الله على عمي عاد. إذا جيت أنت هنا للبانوراما
عمي عاد قول له جاك بالقاسم الجزائري. اسمك بالقاسم؟ بالقاسم الجزائري راح يزبطك مثل الاخوه ان شاء الله. احنا اخوه مغربيين. هو راح يتهلا فيكم هنا في المكان باش ما يديروا لكم الش. تعالوا مصر، تعالوا مصر كثير يا جزائريين. مرحبا بكم، شكرا جزيلا الحاج. الله معك ان شاء الله، الله يوفقك. مع السلامه. الرحله تاعنا راهي بدات تشرف على النهايه، ولكن الاستمتاع في هذا المكان من اروع ما يكون. تستمتع بكلش، كاين جمال، كاين احصينه، كاين بزاف صور تديرهم، حاجه فريمو فريمو روعه. مازال النهار تاعنا متواصل، ماناش عارفين واش رانا حين نديروا الان. نكملوا نزيدوا نصوروا ونزيدوا ندوروا. اليوم عطانا احمد ليزانفورماسيون رائعه، اذا كنتوا ان شاء الله جيتوا هنا راكم رايحين تلاقاو به، هو اللي راح يكون القايد تاعكم، يديكم في كل مكان، ما عليكم الا تتواصلوا معاهم وتجوا تستمتعوا بهذه الاجواء الرائعه. الان حال الوقت باش نروحوا ونكتشف ان شاء الله ابو الهول. نروحوا نشوفوا التمثال تاع ابو الهول اللي جاي في الكوتينا. احنا دلوقتي في مكان بيسمى معبد الوادي اللي كان بيتم فيه عمليه التحنيط بتاع الملك خفر، لان كل هرم ليه معبد وادي خاص بيه. التحنيط ده كان عباره عن ايه؟ كان لما الملك او الملكه بتموت كانوا بيحطوا طوابيزه في نص المعبد، وكان يجي كاهن لابس غطاء راس عليه اللي هو اله التحنيط اسمه اله انوبيس. ده كان واخد شكل زي ابن اوى ويغطي راسه ويبتدي يقطع جسد الملك ويبتدي يخرب كل الاعضاء الداخليه من جسمه، كل الاعضاء بما فيهم المخ. في ناس بتقول ان هم استخدموا زي خطاف عشان يخش من هنا من فتحه المناخير يخش يطلع المخ الجمجمه، وفي ناس بتقول انه عمل فتحه في اسفل الجمجمه عشان يخرج المخ. بعد ما يخرب كل الاعضاء جوه الجسد بيتم نقعه في ملح يسمى ملح النطرون، ده ملح خام لمده 70 يوم عشان يمتص اي سوائل او اي دم جوه الجسد. بعد 70 يوم بيرجعوا القلب تاني للجسد بعد ما بيكون متحنط، ويحطوا شويه تمائم صغيره جوه الجسد كانها بدائل للاعضاء، ويبتدوا يدهنوا الجسد بالزيوت والعطور وماده الراتن او اللي هو الزفت، تمام. وبعد كده يروحوا لافين الجسد بالكتان، وبعد كده يروحوا حاطين زيوت وعطور. دي كده عمليه التحنيط بتاخد كلها حوالي 90 يوم. بعد كده بنحطوا الموميا في حاجه بنسميها الكفن او الكفن، تمام. ده كان بيبقى مصنوع من الخشب، وبعض الاحيان مصنوع من الذهب زي الملك توت عنخ امون. عنده ثلاث هما توابيت مصنوعين من الذهب، الذهب الخالص. وبعد كده بنحطوا الذهب جوه حاجه اسمها الساركوفاجس او الناووس، ده بيبقى موجود جوه الهرم او المقبره. And today you are inside where they were doing this exactly here. They were doing this here. Oh, wow. This is very timid, but this is modification. This is for the mummification. Oh. I admit it's strange to know that kings and queens were mummified in the place where we are right now thousands of years ago. Their souls maybe are still found between the sand-colored walls, where everything seems so perfect and so clear that I can almost see those rituals of purification of body and spirit. Wow, it's amazing, Shabiba. I don't have a word to describe it. Look at the feet and the face is so perfect. Wow, mashallah. اسمه أبو الهول ويسمى باللغات الأجنبية سفينكس. أبو الهول دوت العرب سموه أبو الهول عشان لما دخلوا مصر شافوا تمثال ضخم كبير ففزعوا فسموه ابو الهول، جايه الكلمه من هنا. ده المكان ده كان المحجر اللي كان استخدم لبناء الهرم بتاع الملك خوفو اللي هو الهرم الكبير. ابو الهول واخد شكل رأس انسان وجسد اسد، فبيمثل الحكمه بتاع العقل البشري وقوه الحيوانات. هو معمول من كتله واحده من الحجر الكبير. واو، جوله كانت رائعه، من اروع ما يكون. كانت واحده من اروع الجولات اللي درناها السياحيه في كامل رحلاتنا، لانه تحس روحك تتمشى في عبق التاريخ الفرعوني القديم. حاجه فريمو رائعه جدا. وصلنا الى نهايه هذا الفلوج الرائع اللي كان من قلب الاهرامات. حبينا ندير لكم هذا الفيديو باش نوري لكم نبذه ولا تاريخ هذو الاهرامات الثلاثه وتاريخ الفرعوني هنا في مصر. ان شاء الله نكونوا قدرنا اعطيناكم نبذه على هذا المكان بالاعانه تاع اخينا احمد ربي يحفظه، كان في القمه اعطانا كل التفاصيل. شكرا جزيلا.
وصح استمتعنا بهذا المكان الرائع. شبيبة, in our bio you find all the contacts you need. You find the contact of the agency. You find the contact of the apartment Xuru Stay. Thank you so much, and we hope to see your photo in this amazing place. وإن شاء الله نلتقي في الفيديو القادم من الأهرامات. نقول لكم بسلامة, تهلاونا في رواحكم, and see you in the next vlog. See you in the next one, and stay connected because we are going to the world. That's it.